أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رئيس بلدينا وطاقم متكافرة لتلك ما يتبه دعم خلال التوجيه بتاعهم ونصائح من ركوب بتاعهم في القرى يوجه الناس لأولهم الكبير. الأمر الثاني أيها الأفاضل الأكارم، الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى لما أعطانا هذا الجسد وهذا الكون أمرنا يرامكم ومرانا رب العالمين عز وجل يعني بالقرآن الكريم ماشي خمس جلس. رب العالمين قال إياكم وإياكم أن تخونوا الأمانة. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني الإنسان لازم يحافظ على هذه الأمانة اللي هو الجسد بتاعه والكورة بتاعه. هذا الدين بتاعنا وهذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الإنسان ما يدخلش فيها الأمر اللي يكون سببا في هلاكها وسببا في مضرتها. لازم الإنسان يبعد عن الأمور هذه، أي حاجة اللي يدخلها الإنسان